ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون فيكم. من زمان ما لعبنا في ألعاب جي خفيفة لذيذة إدارية حلوة سهلة. طبعا لحظة وين الستوب؟ وين هذا الستوب؟ أوكي. أول مرة أفتح اللعبة. طبعا كالعادة راح نشتغل على اللعبة، نبدأ نفتحها خفيف يعني، ونستكشفها عندكم في الخنان طبعا. انزين، المهم الحين هاي اللعبه طبعا بتكون سلسله قصيره، 5 حلقات 6 حلقات بالكثير يعني، ما راح اطول فيها، وراح نستكشف شو نسوي. اول اتشيفمنت صار كومبليتد. طبعا ما اعرف شو السالفه الحين، جبت العيد انا. انزين، انا لازم ابني قطار. كم عندي فلوس؟ وين فلوس في اللعبه؟ أو فلوس، ها عندي 400,000. اوكي بنبني. شوفوا الارضيه العاديه، ارضيه سوبر ديلوكس هاي 150، هذا 100 150، هاي $200. خلنا نحط أرضية عادية، ما أعرف كم فلوس يبالي. انزين، ليش حاطين لي أخي ب16,000 20,000 15,000؟ انزين خلنا نحسب ميزانية نعطي. انزين أبى أشيل هذا مكانه، ما أعرف كيف أشيل مكانه، ما أعرف. المهم أبى دكاكين هني كالعادة طبعا. انزين، نحن شنو بقى الحين؟ هالقطار مشروعه يبدأ 1970، سنة 1970. شو عندهم؟ خي تكت ماشين مال اول. شو تكت ماشين؟ اوكي الار هو روتيشن. الحين عندي قطاري. اوكي نحن محتاجين اوبجكتس، محتاجين شغلات تكت بوث. اوكي لازم نبيع مكان تذاكر. تذاكر وين ابيع؟ قبل القطار، كل قطار ابى احط له تكت بوث بروحه. شو رايكم؟ يجون هني الناس صف يشترون والقطار يروح. يعني القطار وين بيروح؟ ليش حاطين لي سكه اتجاه واحد؟ اوه تعبانين هايل. انزين بحط لهم مال تذاكر. ايه شوفوا اللي يلمع جواتي، خي شوفوا هم الافلام. زين نيوز بيبر ستاند، يبون يقرون جرايد. ايه بيقرون جرايد. اذا نحطي لهم شوفوا موظفين سيتي ترانزيت. اوكي لازم نسوي باصات، لازم نسوي باصات. كم محطة باصات عندي بيكون؟ اذا احطي واحد هني ما اقدر، لازم احط محطة باصات الاول. تايم تيبل، ول 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 ول. كلهم جايين على نفس الوقت. كمبيوترز، مسافرون، 3 3 3. دولي اظني هذا معناه، ها بين المدن، قطارات هاي كلها طبعا. انزين نحن شنو بنسوي الحين؟ بنبني الشغلات الاساسيه اللي انا اعرفها من معظم الالعاب ستاندرد وول. زين ابى ابني قطار، يا ابني ابى اسوي بوابه يعني، ابى الناس تدخل من هني، ناس تدخل افتراضا تقريبا احس انه اوكي كبوابة تقريبا. ولا هذا كله فيه بوابات؟ لارج دور. لازم احطيه على جدار. اوكي نايس. انزين نايس، احلى. انزين يعني ابني الجدار، عقب ما ابني الجدار احطي بوابة، يعني وقت ما احتاج. هل هذا حق الموظفين او انه يعني خروج 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 امرجنسي اكزت؟ اوه عندنا باب طواري، باب طواري المفروض يكون هني الصراحه، صراحه صراحه باب طواري المفروض يكون هني. باب الطواري بيكون في الوسط، بنحطي لهم. زين ما يقدرون، لحظه في فرق كله اكزت. اوكي كله بحط الباب الثاني هني صح، حق المستقبل، حق المستقبل. ترين بلاتفورم، اقدر احط قطار ثاني بس صبر، ليش احطي انا ترين او شي قطار؟ اي بالعيد طبعا 1970، نتكلم لحد عنده تليفون ولا حد عنده جدول ولا حد عنده اي شيء. اللي يبقى هني لازم يطالع اللوحه هاي متى القطار بيروح، واللوحه هاي بتكون مش عند التكت بوث، لا هني وين باب الطوارئ، يجون يطالعون هني. فالمول يك واحد بطبشور بيده يمسح. كل مدرسين اول منو كان منكم موجود على هذيك الايام مدرس بطبشور يكتب؟ الحين خلاص ما في شيء اسمه فوتو بوث. يبون يصورون. الحين ايفونات ما يعرفون شو السالفة والله، الحين ايفونات شو سوبر ديلوكس والله. منو بيصور هنا في القطار الحين؟ ما حد. نبغى القطار. زين خلي هذا الحين برايك كوفي ستاند. ايه كوفي، لازم كوفي، اهم شيء في الدنيا ان يكون عندنا كوفي. زين بنحط كوفي ستاند. زين بنحط فود تراك. والتراك ما راح احط شيء برا صح؟ ايوه على كيفي هو.
حط كل شيء برا عبا. هو ترك هني بيكون المساحة الفاضية أساسية ولا لا؟ بحطيهم جنب بعض. بولك فندنج بس إذا كان باي فود برايس. أوكي هاي مكاين أولية قديمة. شوف أشكالها. شوف الرسمة كيف كترة. منو ياخذ هالقمزة الحين؟ خلاص خلاص. زي كراسي صح، كيف اسويها كله بدون كراسي؟ كرسي كرسيين كرسي كرسيين. طبعا هالمكان مربع راح يكون في كل شيء. ما ظني بيكون عندي هالزحمة اصلا الحين قاعد اسوي هذا كله انا، بس ما عليهم مشكلة. فود ترك ثاني، حتى فود ترك داخل احسه غلط. بس الحين هو ما يعتبر انه داخل، ترى يعتبر برا. على 1970 ما كان فيه السوالف هاي كلها. انزين السنترال كلوك وين بتكون؟ بتكون هني. الناس هي داشة طالعة، طالع الساعة هني. هاي ساعة مركزية جاهزة. بابليك تليفون. واه شوفوا التليفونات هاي. زين مش عند هذا الناس كيف بتتكلم؟ مكان التذاكر احسه غلط. بس بابليك فون ممكن يكون. لحظة هني شوفوا وسط المعمعة الناس تي تقعد، لان في هني بنحط تراش كانز الحين حق الناس النظيفة. مع ان في تراش كانز وايد. اوكي اعرف ما حد بين راح يستعملهم، كلهم راح يوسخون الدنيا. اخر شيء بنوظف جانيترز و لا هذا ما نبغى. شليت الساعة يا حبيبي، شليت الساعة. وين الساعة المركزية مالي؟ ساعتي. لا لا يتغير. لحظة لا يتغير مكانك انت، هتخليك مكانك. نبغى زراعة 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 هني. اوكي هني زراعة يستوي. شوفوا اساس ما نحط شيء ثاني عند هذا، يكون زينة طيبة. بابليك ميل بوكس. ويل شفتوا الافلام؟ نعق بريده هني في الصناديق. نحن وين في اي عصر عايشين؟ بابليك ميل بوكس خلي يكون هذا من سيرفس عند واحد مسافر بياخذ تذكرة، بيضطر يشيل البريد ماله باخر لحظة، بيكون شيء حلو وايد. انزين خلينا نرجع للفاسيلتيز. حطينا مال الجرايد. في مكان حق الجرايد؟ خليت مكاننا وانا مش مستوعب يعني. لون جبار هالسوالف خله بعدين. بعدين كنترول روم. اوكي كنترول مور ذان تو تراكس هذا. اوكي بابليك ريست روم. يبان الله يعزكم بيت الراحة. الراحة بنحط، احس مكانه غلط انا. حط الحين لحظة. لا هني ما ينفع. يبالنا مكان في زاوية. يعني افتراضا اذا قطار بيدخل هني وحوله خدمات. لا ما بعود صح، لا لازم نحط وايد قطارات. لا اوكي بيقدرون يروحون يردون عادي راحتهم. اندر باس بس كان مو فاستر بتوين بلاتفورمز. اوكي من يمين ويسار القطار. حلو حلو حلو. نفق صغير تحت القطار، خلهم يكون عندهم نفق هني. احس حلو بيكون ينزلون من هالصوب من القطار، ينزلون يطلعون الصوب الثاني. بس ما عندنا ارضيه، خلينا نحط ارضيه. لحظه الارضيه يا اصدقائي هذه. جدار بزيد حبه. لحظه جدار وين صار؟ طبعا هذا الماوس اوفر ماله شوي معانا. لحظه ما اقدر احط للاسف، مش قادر. لحظه يختفي الخايس. زين خلينا نشغل القطار. لحظه خلينا نشوف انه بيروح بيرد. كان صوت شو اللعبه عالي. ديسبلاي كنترول اوديو صديقي صوت ميوزك فوليوم. خفه اتنشن بليز. اسمع الصوت، اسمعها فيري نايس. الحين خلينا نشوف الحين هذا صديقنا اللي هو بي بيختار. شوف القطار. خلينا نشوف القطار. شوف حطيته مكان عدل هذا. معدل ولا معدل عدل؟ شوف في واحد حد بيستعمله، ما حد يصوب الثاني اصلا، ما حد يستعمل هذا. ليش قطار طويل والله. اوف كل سموك من التلاوت. ها قاعد يشتري. اوكي بلادر. شو بلادر هذا؟ بيصير حمام. اذا في حمام ما حسران اقول بتنى بعيد شوي صح. ما عليه خليه يمشي، مو مشكله. اللي يوصل هناك يكون انتهى الموضوع. زين كان عندنا نحن فاسيلتيز. فود ستيشن. لا مش لون جبار. اوبجكتس شو عندنا؟ موظفين. خلينا نشوف. عندنا كليننج مانجر مدير تنظيف. عندنا شرطي. خلينا نحط شرطي. 29 عمره. منهاتن بشبه عمر 26. ما عنده عيال.
هذا عند ما كان كان يشتغل مطار جيف كندي، عمره 32، سنجل وومن عمرها، يعني كلارا 35 عمرها، متزوجة في نيو جيرسي. عندنا بوتش عمره 35 سنة، متزوج وحدة من نيو جيرسي، بلكن متزوجين من نيو جيرسي، وحريم وايد عندهم يعني هناك. اشتغلت لوكال ترين ستيشن سكيورتي ادفايزر. اوكي هاي اشتغلت بشيء ترين ستيشن، خلينا نوظفها. زين وظفنا الشرطية. ليش زعلان؟ انتوا كيف تتحركون؟ احس انها لعبة فاميلي جيمز قديمة. فنان. لحظة نحن كيف الناس تي عندنا؟ ما عندنا مكان يجون في ترانزيت. نبى ترانزيت. أبا بس ستيشن، أبا تاكسي ستاند. وال طيبة التاكسي ستاند مكبرة. زين نبى مكان تكاسي على الباب على طول. كوميوترز بس، بنحطي لنا كوميوترز بس. سيتي لينك ما أبا. ناشونال بس ما أعرف. أحطي سيتي لينك، حطي سيتي لينك خلنا حطي سيتي لينك. اوكي بس ياخذون وايد مساحة، يعني كم بناخذ المكان كله شكلنا نحن بس باركنات صدقون. انزين خلنا نشوف كمبيوتر الساعة كم يجون. لحظة نحن ما عندنا ناشونال الحين، ما عندنا. اوكي ساعة 5 ما يقدر يجون. خلنا نخلي فرقية الساعة بين كل باص وباص، عساس واحد يحرك واحد يوقف عشان ما يسوون زحمة في الشارع. اوكي ما اعرف هاي اثار سيتي سكاي لاين شكلها ظني. خلنا نشوف. يشترون كل شيء، مستانسين كل شيء. تايم تيبل تراك 1 تراك 2. لحين ما ضفنا نحن تراك 2 اصلا، يعني ما ضفنا محطه الفطار الثانيه، بس هذا سيستم قديم عند 1970 نحن نتكلم. شوف السيارات القديمه هاي، شوف البيك اب، حط ليتات فوق بعد. روح رايح فرودنج شكله. التاكسي وقف، نزل ناس، نبى ناس نحن، نبى فلوس. ايش السالفه؟ دخل فلوس انا ولا قاعد اخسر فلوس؟ زين انكم مالي كوست وين؟ نحن في اول يوم بعنا ب 1300 تكتات، من 20 راكب لون قرض. اوكي هاي اللي بيعون. انا ما عندي اسم، ما عندي اسم الستيشن مالي. وينه؟ ما اعرف اسم الستيشن مالي. شوف مشكلة الأرباح، أنا قاعد أربح ولا أخسر؟ أنا عندي 109,000، إذا زاد يعني أربح. أوكي إذا زاد يعني أربح. زين سوينا باصين، سوينا تاكسي يجيب ناس، وعندنا 109,000، والساعة 2 وشي الظهر. خلينا نشوف إنه بيوقف الحين. المفروض الباص، شوف الباص عجيب لونه، فنان فنان فتعال. فنان جدا 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 جدا. اوب الاختار هذا 1970 خسي والله. الاختار هذا هنا 1970 خرط يا جماعه، والله خرط. خلي شوي نعطي وقت نشوف كم واحد بي. انزين خلينا نحط فريش فروت. ليش كان انا شو كان ولا باص انا يا جماعه؟ ليش ولا يتري يوم 60 يوم لين سنه 1980. يعني ترتيبنا حلو، ترتيبنا الحين حلو. الحين احنا اللي نبغاه هذا حق قطار بفر ستوب. هذا بفر ستوب ناس توقف هنا. ستاندرد ترين ما اقدر احط ستاندرد ترين هنا صح، لانه ما بحط هنا. لحظه عندنا عجيب، بس ليش هنا ما اقدر احطيهم؟ ليش في اماكن معينه بس اقدر احطيه؟ اذا نحطيه هني لحظه
اوكي اظني فهمت هذا كيف يشتغل. build control room to enable more track. اوكي انا ما عندي control room. اوكي غرفة التحكم اللي هي كانت هاي control room تاجين يكون جنب الحمام. الله يعزكم. زين ابغى باب الصوب الثاني. كل الاحوال ببني هالصوب. ما عندي 100,000 انا. انا بنيت وشو سويت؟ بعت بنيت وبعت بنيت وبعت. فشو استوى الحين؟ اللي استوى ان فلوسي. لحظة خلنا نغير هذا. اعطوني 500,000 بس ضيعتهم يمين ويسار. لحظة اذا ضيعتهم يمين ويسار زين تشوف الكوس 60,000 انا كنت حاط على عمري ورواتب 400 بس انا حاط شرطية بس حاط شرطية معنى ما تشوف حد قاعد يوسخ. لا في وسخ في وسخ. الناس الوسخة الناس الوسخة. زين موظفين هذا شيء يسوي كونستراكشن وركر ميديكال اسعاف مال حمولة كلينك مانجر. خلنا نحط لنا اول واحد هو هنا توماس ما عليه كمر مدير مال تنظيف. هرتبنا المكان على اساس الناس الوسخة بس الفلوس اذا في الادارة. انا اخر يوم اللي قبله يوم امس كيف ما تشوف داي وين زين بتشوف ها داي وين يروح قبل يوم يوم اللي قبله دخلت 158,000 الحين حط علي كوست 61,000 من كل اللي بنيته وهدمته لان ذاك قبل لا افتح القطار كان. عندنا هني كم واحد جالس يسافر؟ عندنا امرجنسي. شو الامرجنسي يسوي؟ عندنا واحد ينظف مو عندنا 10 الصراحة عندنا واحد ما اقدر اوظف لكم 3,000 واحد انا والله مسوي زحمة على القطار يخرب بيتكم. زين لا شو يخرب بيتكم؟ ما شاء الله ما شاء الله يعني حتى القطار مالي هاي شو احسد نفسي يعني ما يصير. الحين لازم ticket and vending income is updated after closing the station between midnight and Monday night. يقولكم كل يوم التحديث على المدخول مالنا يجي الساعة 12 في الليل. يعني هذا حيوصل ل 12 في الليل اظني راح يدخل عندي في الحسابات هل كثر فلوس عندي. ايوه انزين هذا معناه الحين اقدر اي الفاسيلتيز واحقق لي كنترول روم هني ب 100,000 زين ب 100,000 واقدر اجيه هني احطي لنا اوبجكتس كمان مش اوبجكتس بيلد ستاندرد ريل ستيشن. ابغى اختار عادي. اوكي حسب كذي عندي. تركتوه هني تحت تشوفوا محدد. مو عندي 100 و2000 102,000 انزين وين القرض؟ قال يعطوني قرض صح؟ 100,000 بس ارد كل يوم 2000 عندي 200,000 خلنا ناخذ 100,000 ان شاء الله القطار هذا يرد اللي عليه ان شاء الله ان شاء الله. انزين عندنا غرفة تحكم ابى قطار ما ياخذ مساحة المدينة كامل. زين بنبني له أرضية زين يمين ويسار خطار حلو أرضية بس الحين بس هذا أساس في فلوس عندنا أزمة احنا هني تراك 1 تراك 2 ونبغى نبني هذا الأغلى. لحظة يعني هذا أحطيه هني. أيوة نحط التراك 2 هني بالاسم. اوكي الحين فهمت. انزين ها بعنا بنحطيه هني لان استوى عندنا قطارين بنحتاج حد يوفر لهم المعلومات في سنة 1970 يستعملوها البوث يعني. انزين ونوفر لهم مال تذاكر اللي هو بنحطي لهم هذا متى القطار يروح ويرد يوم يقفون عند القطار يشوفونه هذا حق عند القطار. ها
هل هم يشوفونه هني؟ ونبى واحد يبيع لهم تذاكر، ام تذاكر 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 هذا تكت بوث هني مره قدام اختار يون يمين ويسار. انزين ونبى نحط لهم، هل حد ينظف جواتي؟ لحظه، هل حد ينظف جوتي عند الاختار؟ هل حد يسترزق؟ اشوف لا احد ينظف جوتي، والله ينظف جواتيهم. شوف 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 احلاهم ينظف جواتي عند الاختار. انزين لحظه، خلينا نحط لهم ممره هني. ممره هني شو الفايده منها اذا انا ما عندي شيء؟ اصلا ما عندي فلوس اصلا، اضل بشرفية وما عندي فلوس. انزين القطار الثاني، لحظة لازم اظني احط له في الجدول تايم تيبل. عندي تراك 1 تراك 1 تراك 2 تراك 2 ليش مقفول؟ يور تايم تيبل از لوكد، يو كان سيت يور تايم تيبل بتوين ميد نايت. اه بس في الليل لازم اتري الليل احطي. ليش كل شيء في الليل؟ يستهبلون علي شو؟ والله انهم يستهبلون علي. خلنا نطوف الوقت، نبى نص الليل يوصل، نبى الليل يوصل الحين. ما راوي كم جيم والله. البارتيشن شكله بينهدم ترى، شوفوا خربان من هني. انا طالع من الصبح يعني، عادي عادي حد هني يرفس الادار يطيح، ما حد يسرقهم. اهم شيء لو حد سرقهم هاي رحنا فيها نحن، كل فلوسنا راحت. اتوقع في حد بيسرق. شو هذا؟ خيبة الارضية يبالي تصريح. تعال تعال، ما بشوف، ما بلحق انا. زين عندنا ميديكال، ما تشوف حد مريض شيء هني. زين بوليس حطينا، منظف حطينا، كونستراكشن وركر هذا المفروض انه يصلح. هذا شو يسوي؟ ما اعرف ما اعرف. هلا نسكر نفتح لحظة شو يسوي. كارغو، اه اوكي هذا يشيل بضايع الناس، ما عندنا مشكلة عادي خليه يشيل بضايع الناس. بس وين ال وين اللي وظفته يصلح؟ وظفت واحد يصلح، وظفت واحد يصلح. انا اعطيك فلوس فلوس يا حبيبي، فلوس فلوس. ها ها كم تدفع لي الراتب؟ انا بعد ما يصلح للحين، والله يبالي دق. زين هو اللي ينظف وين؟ انا ادفع لهم فلوس الموظفين حق شو؟ هم هذا ريست روم يستعملونه، بابليك ريست روم سمول. اه حمام صغيرون ايس تي بعدين مكانه في الوسط شيء. اذا نبغى انا بشوف انه بيشتري فواكه، والله هل بيع فواكه عند الجدول؟ واحد رايح البيت شيء اخبار ماخذ انفورميشن ستاند، خلينا نحط لهم بيانات. واحد واقف مسكين، شوف كيف واقف والله مسكين، الله يكسر الخط. لحظة لحظة لحظة، نصلي 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 نصلي. اوكي هاي الكمبيوتر شو بنحول على تراكون؟ بنحول عليهم الشغلات الدولية والسيتي لينك. زين اخلى تراكون كمبيوترز كل خلى تراكون. اوكي هذا ليش ما عندنا اياه؟ ما يقدر يجي ليش؟ انزين الحين اللي ابغى اسويه، لان هذا في اوقات تشوفوا الساعه كم يوصلون، يعني ها الساعه 6 يوصل في نفس وقت اللي تحته. الحين ها كل واحد فيهم تراك، كل واحد فيهم على سكه قطار. ها الساعه 8 ها الساعه 9 خلهم منفصلين مو مشكله. يوصل 7:30، في حد يوصل 7:30؟ لازم نشوف الجدول عدل. في حد ساعه 7 الصبح، ها في الليلة مش الصبح، يعني اوريدي عندهم مسافات. انا ما اشوف الحاجة ليش اسمه، يعني هاي ثلاث قطارات في الوقت هذا صح؟ زين انا بفصل ناشونال ناشونال، خلهم يجون في اوقات مختلفة. ستي لينك اللي تحت بينفتح، يمكن في تراك الجاي ولا شيء، ما عندنا مشكلة. نحن لازم نسوي لهم ادارة صحيحة الحين. بس خلاص فصلت اللي انا بفصلهم، الباقي الكمبيوتر خلهم يجون. خايفة هاي يوصل 11:30 الصبح، يروح الساعة 1 في الليل يستهبل. الوحدة الظهر، وحدة الظهر اوكي سوري سوري حسبته في الليل، اي ام بيكون في الليل. انزين وين صار؟ اوكي الحين اسكر التايم تيبل، اشغل الوقت. اوكي الحين اللي ابغى اسويه اني Welcome to train station simulator please follow steps.
يا عمي بلا توتوريال بلا بنستكشف نحن، ما نبغى توتوريال. انزين الحين اللي نبغى ايش يسوي الناشونال، لان نحن نبغى مال ناشونال باس ستيشن، لان نحن قبل نتعامل عندنا هي عندنا ايش اسمه زياده ناشونال ناشونال ناشونال، لازم بسوي زحمه الا اذا بشل. واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، نرتب الجدول ان كل واحد يوصل. مفروض الصراحة ارتبهم، لا لحظة لحظة تايم تيبل. ناشنال متى يوصل؟ الناشنال يجينا الساعة 2:30 الظهر، والساعة 2:30 الظهر يجينا ويروح الساعة 4. يعني انا ما بحتاجه الا متى 2:30 يجينا، يعني هذا ما بحتاجه يعني يجينا الساعة 2 ويروح الساعة 4:30 بس، ويجينا اللي بعده. شوفوا خلينا نسوي نلعبها شوي بتكتك، 7:30 المغرب ويروح الساعة 9. حلو، يعني النيبة نحن انزين الساعة كم؟ 10 يروح، ما يوم في نفس الوقت ها؟ مش ممكن. وساعة ست، لا مش ستة، ساعة 7 اي انزين. وعندنا باقي الاوقات، انا شوي باختصر الموضوع بعد ما بسوي 100%. يعني عندنا الناشونال اي ساعة 2:30 الظهر، بعد 2:30 الظهر سالفته مع 2:30 الظهر، كل حد يبقى 2:30 الظهر ويروح الساعة 4 اللي هو هذا شو اسمه سيتي لينك. زين 2:30 الظهر اذا بييني انا ابغى ساعة 2، ابغى هني بعد بيون ساعة 10 حرام. 4 اقول بيروح باص، لحظة خلنا نشرها، ساعة 5 خليه يروح ويين على الاقل الساعة 12، ساعة 10 ما نبغى بيينا في الليل بي 4:30. اظن التوقيت الباقي يعني هذا التوقيت الباقي زين، بنخليه حق هذا، نخليه هذا 8 الصبح، يمكن حد بيتريا ما اعرف ليش يبي يتريا، بس 5:30 خلي حق هذا، بعد هذا خلي ساعة 6 بعد يروح يرد. اظني بنكون شبه اوكي، شبه اوكي، مش اوكي 100%، بنكون اذا كادارة الوقت يعني صراحة اوكي مو مشكلة. الحين بنبني، بنحط التايلز هنا، صبر هنوصل، ما عندي 3000، هل الناس اللي تنزل تروح اماكن ثانية؟ لحظة، لان الناس تبغى تروح وترجع. انزل ونحطي لهم وين صار المسار اللي تحت هي، يبغى له فلوس، فلوس وانا والفلوس مش اشتغى يعني، هذا بحيث انا بستدخل غير الممنوع. زين اوكي فهمنا، زين بخلي التدخين مسموح، بس زين انا وظفت موظف تراني ما يتصلح اون ديوتي. اوكي الحين يا بدا الصلح، كلهم تمام، الجسم تمام، اهم شيء بس جالس ياكل. انزين الحين اتصور القطار الثاني بيشتغل، القطار الثاني بيشتغل. جيت 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 خلاص 200 200، ما نبي شيء. واحدة من الالعاب الكلاسيك، لحظة في قطار هناك، مال انت وين ساير؟ اوف شارد بابا جيش بابا، لا 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 تعال تعال، ابا اشيل معكم، انتوا تدفعون فلوس وايد اكيد. شوفوا القطار وسكه ماله، كيف سكه مال الرجال ربيته صاحي. انزين خلينا شوي نسرع اللعبه، نشوف شو اخبار القطار هذا. اخي القطار هذا ما عنده ولا كرسي، تصدقون ما عنده فلوس. انا والله ودي احطي لك ممر، ودي احطي لك شيء، بس الفقر دائما اجيب العيد يعني. انزين خلينا نسرع اللعبه، نشوف لنا فلوس شوي، نشوف شو نهايه الموضوع وياهم. يعني نص الليل الحين، اكثر من قطارين حطينا كنترول روم، حطيناهم
بس ارضيات مش قادر احط. تخيلوا انتم يعني تخيلوا روعة المنظر. انا يمكن بعد استعجلت شوي بسالفة القطارين يعني ما اعرف اللعبة مش سريعة نفس ما انا توقعت يعني صراحة يعني اللعبة ابطا ما انا توقعت. اقطار شكله كارغو مال حمولة مال شيء ما احس اقطار ينزل ناس يعني. شوفوا والله يستعملون النفق اللي هني ها شوفوا شوفوا بيروحون يردون منه يركبون يعني شغلات مفيدة هاي. بس ما اقدر احطي ستان ثاني وقفة ثانية صح يعني اي شيء ببني هالصب ما منه فايدة يمكن اللي ببني لازم يكون هالصب خلاص اتصور يعني كأكل كهذا كهاي الامور. اوكي مش سيء مش سيء للحين بس شو السالفة طريقة المدخول ما لك خلينا ما نبني في نسل وخيب المكان متكسر هلا موظف واحد ثاني سلري 400 انا ما بزيد السلري مالك صراحة. ستارت انت تبدأ الساعة بيداوم 8 ساعات صح؟ 3 بيخلص؟ انت تعال الساعة 3 مكانه الساعة كم بتخلص؟ 3 الصبح؟ موظفك انت التي ستارت 3 الصبح خيبة هذا يبدأ 3 يخلص 3 ليش؟ 8 ساعات بس 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 مفروض يخلص في الليل هذا بيبدأ الساعة 11 في الليل 11 في الليل وينك تبدأ 11 في الليل ولين متى هو ساعة 7 الصبحية 12 2 4 5 6 7 هي 8 ساعات يعني انت تعال 7 الصبح ان كل وقت عندنا في واحد قاعد يصلح وفي نفس الوقت مرتاح ما اقدر اخليه دوم يوم كامل صح خليه يكون دوم عدل يعني مثل عالم الناس يعني وفي طول الوقت يكون عندنا حد يعني زين. وبوليس اوفيسر نفس الشيء بنخليه هذا يداوم الساعة 3 زين لان الاخبار بيكون شغال الساعة 3 لازم حد يحرسه لين الساعة 11 اوكي ونوظف واحد هذا يداوم انت بالغلط حتكون على مشكلة الساعة 11 في الليل زين انت تداوم لين الصبح الساعة 7 لين خويك هي نقدر نحط شرطيين على فكرة في المحطة كامل انزين نبغى مدك ما تشوف حدا الحين متعور ولا شيء يحتاج انه محتاج مدك ولا شيء بس شو اسمه نفس الشيء كذلك الجانيترز اللي هم ينظفون كلينج مانجر نفس الشيء بنحط لنا واحد يداوم ساعة 3 الظهر لين 11 في الليل ونحط لنا واحد يداوم ساعة 11 في الليل ركزوا معي لين 7 الصبح يعني يكون طول الوقت عندنا في احد قاعد ينظف الحين ما اعرف شو بيسوي في ميزانيتي كميزانية انا مش متاكد الصراحه بس حاليا لازم ارتب المكان اذا شفت حد متعور ما تشوف حد طلب منا مدك ولا شيء يعني صراحه التايم تيبل التايم تيبل لحظه ليش التايم تيبل بالطريقه هاي كمبيوترز قلنا نحن هني فتح لنا اقطارات اذا ترى تغير الجدول مالنا اوكي ما يقدر يجي في نفس الوقت على هذا هذا وايد وقت يستهلك هذا اقدر احطيه هني واقدر احط قطار في هذا الوقت مش كل الاوقات يجيب قطارات اقدر احطي هذا هني هذا بيروح بسرعة بيطول بس اذا فتحنا نقدر نحطي هذا هني اقدر احطي هذا هني خلنا نحط هذا هني وهذا هني هذا بياخذ وايد وقت مشكلته لان اذا ادف هني احط هذا هني في قطار بينقص يعني انا الحين بجيب قطار ناشونال واحد هالوقت بجيب قطار ناشونال ثاني اثنينه كوميوترز بجيب واحد اثنينه ثلاثه سيتي لينك محتاج اجيب واحد غير بجيب سيتي لينك هني يتم عندي مكان فاضي بعد حق كمبيوتر زيادة ما اظني لا بس لو خليته لانه محتاج سيتي لينك قطاريني ومحتاج ناشونال اوكي
محتاج كذا قطارين الحين. مشكلة قطارات، في قطار قطارين ثلاثة ما يجونه طبعا. زين مش مشكلة، مش مشكلة طبعا. الحلقة طولت وايد، هاي نهاية الحلقة لليوم، نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.